كافيين معكم عالم الصباح، وراح نكون مع شيف شادي برشة ملح. احبائي صباح الخير، صباح الخيرات. مرحبا مرحبا رولا، كيفك؟ تمام، ماشي الحال؟ تمام. ينعاد على جميع بالصحه والعافيه ورمضان كريم يا رب. واليوم عجقه كثير كبيره لك، انا مبين عجقه من شمالي وعجقه على يميني، عجقه سفره رمضان 100%. طيب. شو عنا اليوم شيف؟ لك انا اليوم اول نهار مطلع ساعه هلا، فمن اكيد هلا البعض ما راح يعجبنا الموضوع، يمكن مش مبسوطين بوجودي او بوجودك. ليه؟ شو في خير؟ شو في؟ ما شفت الاخ كيف بدا انت؟ بلش تقويص بعد من الصيعه. اوف يا شيف شادي، ساعه رمضان لازم ناخذ بريك ولازم كلنا نحب بعضنا. سو يلا رح احاول احكي اوكي قد ما فيني بسرعه. يلا معك مثل العادة تاخذوا أكثر أفكار. أوكي، اليوم بلشنا اليوم نهارنا بشوربة كتير طيبة، هي شوربة كمان الفطر مشروب. اللي هي شوربة الفطر اليوم وأي نوع من الشوربات هن بيطرولنا المعدة وبيهيئولنا المعدة من بعد نهار طويل من الصيام، أوكي، تنجي كمان ندخل أكل تاني على معدتنا. صح. أوكي، أنا اليوم أكيد بنصح والعالم كلها بتنصح بهالصحن الشوربة الحلو، فنحن كل يوم رح يكون عندنا هيك نبذة صغيرة عن الشوربات. امبارح بلشنا بشوربة الذرة واليوم على شوربة المشرومز. اللي ما كان معنا صار معنا. شو عملت أنا؟ بصل حبة كبيرة كبيتها بقلبها، بطاطا كمان، شوي صغيرة من الزيت، حطينا كمان حس واحد من الثوم، ما كترت كثير ثوم، وبعدين غسلت اثنين من الشامبينيون أو الشامبيون دو باري. شفتي شو حلوين؟ موسخ ما هيك؟ لازم تكون موسخ لأنه إذا غسلناك نحن قبل بتسود كتير، وإذا بدنا نستعمله نحن يكون طازة، ليكو شو بنعمل؟ بنقشره بهالطريقة. رح أرجع كل شيء حكيته قبل رح نرجع نحكيه حتى اللي ما كان معنا صار معنا، ليكو شو حلو؟ هون هيك بنقشره بهالطريقة وأعملنا، هلا ما بقى ناكله، أوكي؟ رح نعمل شغلة، هيك بتقشر وهيدي شغلة كمان حلوة، وغير هيك إذا ما بدنا نقشره بدنا نغسله. وانا هيدا بقترح تغسيله اذا بدنا نستعمله بالطبخ، تقشيره اذا بدنا نستعمله بشو؟ باشياء السلاد، السلطه مثل ما قلنا قبل، بريزاولا مع روكا وبارميزون. بدنا نعمل بيردي سلاد من المشروم، بدنا نحط المشرومز على البيتزا من فوق بهالطرق نجي بنقشره. انا بهالطريقه شو رح اعمل؟ رح اخذ انا المشرومز انا هلا هيك مثل ما هني موسخين، رح احطهم بالمي، طلعوا كيف، ورح اجي هلا بعد شوي صغيره رح ارجع لعندهم اوكي واجي اصقصهم من دون ما نقشره. هلا شو طعمت انا الشوربه عندي؟ طعمتها باعشاب كمان عطريه، جبت شوي صغيره من الزعتر، نتفه صغيره كمان من البقدونس، ورحت شوي صغيره على الزنجبيل. يعني بمعنى انا بمعنى لما جبت انا البقدونس اليوم بدي احملها بايدي، لانه اليوم بدي غنج كل شيء بيقول انا اعشاب عطريه طازه. الاعشاب العطريه الطازه بتحتوي على كميه من المي اكثر من الاعشاب المماثله يلي يابسه او الدراي، يعني البقدونس المجفف بيحتوي على مي اقل لانه مجفف، فنحن هون جسمنا بحاجه لمي بشهر رمضان، شو بنعمل؟ بنروح على الاعشاب الطازه، بنروح على الخضره الطازه، على الاشياء الفريش، اوكي؟ تيضل كمان جسمنا يحمل ساعات من الصيام من دون مي. اكيد. وهيدا بركز عليه ايمتى؟ بالسحور. يعني احنا بالسحور لازم نعتمد انه ناكل خضره طازه، لازم نعتمد نشرب كثير مي، لازم نعتمد كمان انه ناكل اعشاب تنخزن، وخاصه كمان مثل ما حكينا امبارح مع كارلا انه نخزن كثير من الاكل اللي فيه انواع كثيره من النشويات بطيئه الامتصاص. يعني باكل شغله بعدين تجوع بيبقى لي وقت طويل بطول اكثر، يعني الاشياء معموله من القمحه الكامله مثل الخبز القمحه الكامله مثل الشوبان مثل كمان الخبز الاسمر اللي انا جايبهم اليوم وعملت فيهم كمان اشياء كثير حلوه بالزيتون. اوكي طيب بسرعة شو عملت كمان؟ جبت كمان كان عندي التابينات. التابينات هي عبارة عن زيتون، هالزيتون جينا نحن فرمناه ناعم، حطينا فيه الكبار، حطينا فيه الكبار، حبة الكابر، حطينا كمان فيه كمان من الكورنيشون بهالطريقة. شو صار أنا عندي؟ كمان حطينا فيه أنشوا الأنشوفي، صار عندي مثل بيوري. هالبيوري حطيت فيه أنا زيت زيتون وزبدة ملح وفلفل، صار عندي التابينات. هالتابينات الحلو فيني استعملها كمان دايما اوكي بالشهر، فيني استعملها بشو ما كان وضيفها. قلت انك فرستها قبل، فيني حطيتها بالفريزر، شلتها اليوم من الفريزر، بتعقد بتجنن، طلعوا شو حلوه هيك بهالطريقه، وفيني اضيف لها جبنه واستعملها حشوي لاي نوع من الفطائر. اذا بدكم كمان هون حضروا لها، عم نشوف كمان من البقلاوه على الشوكولا اللي بقيت عندنا كمان اربع خمس ايام، فينا كمان نقدمها. يعني نحن اليوم كمان عم يصوروك. اي صوروك. طب ما وما قادر اتحرك، ما قادر اعمل شيء يعني. اوكي بس انا شم ولا لقي كمان البقلاوه كيف هلا من غير هيك، لكن المعمول بالقشطه، من المعمول بالقشطه فينا نطلع على الحامض
فينا نطلع على المبرشي وبعدين فينا نوزع. اوكي يلا كثير حلو. عم نشوف قدامنا قلك. اوكي ننتقل لهون لهون الشغل الاساسي اللي انا هلا عم بحكي عنها. اول شيء خلوني هون انا عندي من المرقه كمان الخضره تشيلها بنحطها لما نستعمل الغاز تبعولها وبعدين بنرجع لك لانه بحاجه لك. هون شو عملنا؟ جبنا حبوب المغربيه. هلا حبوب المغربيه اللي جبناهم جينا قليناهم مثل ما بنقلي الشعيريه. هيك بتكون المغربيه قبل ما تنسلق. ايه. انت لبناني تنسلق. انت لبنانيه؟ ايه اوكي مش مغربيه. لا لانه اذا لانه سؤال 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 لا بس هي عن جد هيك بتكون قبل لانه نعم. انا بعرف هي بتنسلق هيك بتكون قبل هيك بتكون قبل رولا بقسماطي مغربيه يبسي ماشي اوكي. في منها مغربيه بتجي مهبله بنشتريها فروزن يعني بيكونوا مهبلينها يعني حاطينها على طنجره بخاريه او البخار بيطلع عليها مهبله وبعدين ببردوها بعدين شو بيعملوا؟ بجلدوها بيحطوها فروزن بنشتريها. ليه بيهينوا علينا هيدا العمل اللي عم نعمله هلا؟ بس انا اذا اشتريناها يعني؟ يابسه لا مش ابدا نحن بس انه طويل شوي صغيري بده شي ساعه ساعه ونص غليان اوكي. لانه انا اول شيء بدي اجيب الحبه هيدي الحبه طلعوا شو صغيره طلعوا شو صارت ناصحه لك صراحة صح لانه انا جيت انا قليتها مشان اكمش القيمه الغذائيه خليها بقلبها اوكي لانه جيت اعطيتها اللون الاحمر من برا وجيت بعدين حطيت عليها من المي وبلشت تغلي وراح تصير جاهزه انت يا مغربي يا مغربي مغربية على شو لك او كيف دجاج ومن الدجاج فينا ننطلق لمليون فكره ممكن تكون سمك ممكن تكون خضره لوحدها اذا حدا فيجيتيريان مثلا واو مغربية بسمك مغربية بدجاج مغربية بلحمة مغربية بسجق مغربية ممقارئ يعني أنا بدي انطلق منها كأني عم بشتغل كأنه رز. اليوم إذا بدي أعمل بايلا بايلا اليوم البايلا لما خلقت أول شيء هالطبخة الإسبانية أو نروح نحن على الجامبلايا هالطبخة الأمريكانية المكسيكية أوكي أو نروح على هالأكلات اللي بتتضمن خليط من السمك مع السجق مع كمين اللحمة مع الدجاج. مرة ياكل اكلي هيك بايلا فيها سجق فيها لحمه فيها دجاج فيها سمك وفيها تكون بس سمك بس دجاج بس لحمه نفس الشيء جمبلايا بيكونوا مجموعين كلهم كلهم. انا اليوم المغربي فيني اخذ الفكره انا من البايلا او فيني اخذ الفكره من الجمبلايا او فيني اخذ الفكره انا من انواع من الاكل يلي بتخلوا اشياء كثير بقلبها واشتغل بالمغربي. بس بلا الخبيصه خلينا يا دجاج ابدا يا ابدا اللحمه ابدا مش سجد. خبيصه لانه مرات كثير هالتلاحم وهالتزاوج بين انواع من الاكل بيعطينا فليفرز مختلفه. فهون الشطاره كيف الشيف اليوم بالبهارات. ما لا انتبهي غير هيك لانه اليوم كل ما بتجمعي شغلتين مع بعضه ممكن يعطوكي طعمه مختلفه صح. فنحن اليوم بشطارتنا ممكن مرات كثير نغلط ونحط اشياء كثير وما يطلعوا طالبين مثل ما قلتي انت ومرات كثير بيطلعوا اطيب واطيب صح. اوكي يلا يا شيف شعبي هيدي هون الكريمه الحلوه هون انا عندي هالمغربيه انا عندي هلا بدي اعمل كمان شغله كثير حلوه رح ولع انا هون رح جيب انا مقلي ورح روح هلا انا على البراد جيب الفروج فرجيكم كمان كيف الشيف شادي بيشتغل بفروج هيك بسرعه. لما رايحة؟ رايح انت تجيب الفروج. يلا هون الفروج بالبراد والفروج دايما يلي بدنا نشتريه نحن اليوم فروجنا دايما بده يكون فروج طازة يومي ما يكون عمره أكثر من نهار. فنحن بنقري عليه انه اليوم الفروج هيدا عمره نهار فأنا بشتري أنا الفروج بطريقة كمان كتير كتير حلوة وبطلع أنا هون بشيل الفروج بهالطريقة أوكي وبنسحب هيك وتطلع هيدا الفروج الحلو اللي لونه كمان ذهبي بيعقد بجنن ريحته ما في ده لا روق روق يلا جو وحده كمان هون اثنين هيك بجي انا على الفروج بجي بقصه كله سوا هيدي كمان ليش انا عامل الفروج ليش انا عم بعملها قدامكم حتى كمان الاشخاص اللي عم يشوفوني اللي عم يشوفوا ياخذوا كمان فكره انه كيف فينا نحن نقص الفروج الى 8 اقسام حرام واحد يا شيف شادي وهون بنشيل هالدهون اللي موجوده اوكي بنجي واحد اثنين ثلاثه ضربي وحدة واحد اثنين حرام عليك يا زلمة طلعي لطيف صار عنا واحد طلعي كل بده شيء كمان الجلدي في نشيل الجلدي اثنين بنروح هون هيدي عظمة نكسر هيك يا زلمة طلعوا كيف هون كمان هيك معصب 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 من الشباب عنك إذا هيك. كمان هون ليك عندنا الرقبة طلعي كيف أول شيء بنشيل الجوانح هون بنفتح الجوانح طلعي لونها شو حلو قطعها هون شلنا شقفة الجانح هيدي اللي ما بتتاكل شلنا كمان الشقفة الثانية وهودي يلي موجودين على اليمين هول شو بعمل فيهم انا؟ فيني اعمل فيهم مرقة الدجاج؟ يا سلام يا عالم لاقي كمان هون عم شيل انا كمان الرقبة فيني شيل منها كمان رقبة لانه بتحتوي كثير على دهون تحتها طب شو بعمل؟ لانه مجبور انا بضرب وحدة اقطعها
اذا بدي اضرب ضربتين بيجي السكين بمحل تاني، شو بعمل؟ بصير شقفة الدجاج مش حلوة. مش هيك، بده يكون ضربة وحدة. لكن كيف هلا هون؟ ها يا عم ايدك بس شفتيها؟ طق 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 طق، بنقطعها كلها سوا. هون قطعنا، فتحنا هون المجال كله سوا مشان نقطع نحن ال طق. سوري، واحد اثنين اوكي طيب، وبننزل فيها. حبيتي؟ رائعة. هون كمان واحد اثنين. رح جيب فروج اليوم على البيت وجربه. شفتوا كيف الموضوع؟ لكن صار عنا هون ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهون كمان بنشيل الرقبة يلي ما بحب الرقبة فيها، كمان نستعملها لكوينها هون، بنشيلها لهون، وهيدي كمان آخر قطعة نجي عليها نقطعها بهالطريقة. ويلا يا شيف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هودي ضلوا عجنة. أوكي، هو بتعمل زيتون أنت مريت السوق. يا سلام، واحد اثنين ثلاثة، طلعي زيت زيتون أو سمنة أو زبدة، طلعي كيف؟ وبنجي نحن على الدجاج اللي عندنا، فينا نكون كمان نحن كمان مبهرينه قبل، اذا بنحطين له من البهارات اللي بدنا اياها، اعشاب العطريه الطازه اللي بدنا اياها، ما في عندي انا اي مشكله. وجينا لهون يا شيف شادي بهالطريقه. واو، علي انا هلا القرفه، لان القرفه هي عنوان المغربيه. طلعي. والله قرفه؟ معلوم، القرفه هي عنوان شيء اسمه مغربيه. حلو. وبجي انا هيك، يلا حطيناهن هون، يلا حركنا هون هيك، يا سلام. ويلا هون، وهيدا هون منعقم ايدينا وبنرجع الى العمل من بعد تقطيع الفروج. وليكو شو بنعمل؟ بناخذ مقلتين، وهيدا المقلي صارت هون. وهلا الشوربه ليكو شو بنضيف عليها؟ حليب. فينا الشوربه ما نضيف حليب، كريم فريش، فينا نضيف كريم فريش، فينا ما نضيف شيء بالخالص، بس لانه لانه الشامبينيون شكله معتم صح، بنبيضه، نجي بنبيضه شوي. فانا برايي نروح على الحليب الطازه اللي بيعطينا هون، بنكون كترنا بعد السوائل اللي مليانه حديد صح وكالوريز بقلب شو؟ بقلب الشوربه، وبلا ما نستعمل كريم فريش لان اتقل. برافو عليك، اتقل وفيها دهون اكثر من الحليب، مش مزبوط؟ هيدي اوكي. وبلشنا هلا، هلا بس تغلي انا بقطع هلا المشرومز وبمشي بحالي عادي وبحطهم عليها. هلا أوكي. شو انا عندي هون؟ ليكو شو حطيت؟ اللي انا رح اعمله هلا، رح انقل الشوربه لقدام، طلعي حطها هون، ورح حط هيدي هون المقلي يلي بدي اعمل فيها الخضره. لمين؟ طلعي زبطهم كلهم تبع حالها. على شو؟ خضره بنحطهم بالمغربيه. انا هلا انا لاني ليكي شو صار؟ فيني انا اجي اقلي الدجاج مثل ما عم بعملهم هلا، ضيف المغربيه المحمره وضيف لهم مي ويغلوا يغلوا 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 وحط لهم الخضره. اما شو انا عملت هون؟ جيت قسمت اللعبه لثلاث مراحل. عملت المغربيه لوحدها صح، الدجاج لوحده، الخضره لوحدها، وعم بجمعهم مع بعضهم يغلوا مع بعضهم بعدين يغلوا 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 يغلوا. اوكي كثير منيح. طيب نحن شيف رح نطلع على فاصل اعلاني. ليه؟ طلعي انت. انا حاطلع. اوكي. اذا عم تحديني طالعه. لا لا طالعه. انا رح اطلع برجع بلاقيكم بعدين، فاذا رح اترك له الساحه كلها قصدي يستمتع فيها قد ما بده ويكفي هول الاكلات. وفيكي بس ترجع تكون محضره هيك جمل مفيده نستفيد منها اذا الله راد. اذا الله راد. اوكي. بس انت عم تقعد تحكي انا بس بحكي. يعطيك العافيه، باي باي. يعطيك الف عافيه. تركتني خلص. باي. بريك. نرجع لكم بسرعه. أهبي أهلا وسهلا فيكم من جديد. الفقرة الثانية اليوم وعنا فقرات كمان عديدة، أربع فقرات مع الشيف شادي اليوم ورا بعضهم. أوكي، لأنه صرنا الساعة بشهر رمضان الكريم، وينعاد على الجميع بالصحة والعافية. الشيف شادي بلش نهاره اليوم بشيء اسمه شوربة الفطر الطازة. واو، صارت طيبة كتير، بتعقد هون بعد شوي صغيرة رح تغليلي، ورح ضف لها الشامبينيون الباقي اللي أنا رح قطعه هلأ. ها ويا شيف شادي قربها هيك تما توقع عليك. وهون شو حطينا؟ الجزر والبصل، طلعوا ها بلشوا كمان يحمروا شوي شوي معي. اوكي، اللي راح ضيفهم على الدجاج كرمال نعمل المغربيه. كما انه هون انا عندي، طلعوا كمان المغربيه صارت نوعا ما مستويه من بعد ما قليتها حمرتها وحطينا عليها كمان من المي من دون ملح من دون شيء ابدا. قطعنا الدجاج الحلو اللي بيعقد، جينا نحن لهون حطيناه مع زيت الزيتون وبلشنا نحمره هون. ها طلعوا
طلعوا كمان شكله بلش كتير حلو. هيدا الدجاج بيعقد اوكي، ورحنا لهون هيك. وهلا شو بعمل؟ بنقل انا هل بصل والجزر بحطهم فوقهم هيك تيحمروا كمان مع الدجاج، وبحط بالمقلي اللي انا كمان عم بقلي فيها الكوسه. وفي اشخاص بيحبوا يحطوا البازيلا مثل ما بدكم. انا اليوم محل البازيلا رح اعمل شغله من راسي حلوه كتير، هي فلافله حلوه حمراء صفراء وخضراء شوي 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 اوكي. رح اعملها مغربيه ملونه، بس عندي اللون البرتقالي الجزر، واللون الاخضر شوي هيك الزيتي رح يكون هو الكوسه. رح اروح على الاحمر تبع الفلافله حلوه، الاخضر والاصفر كمان حلو كتير. نرجع لعندك هون، طلعوا كيف هون حلوين. هلا بنرجع بعد شوي، وهلا خلينا نحرك هيك نتفه صغيره والنار بعقده. وانا برجع بذكر انه البهارات المهمه بالمغربيه هن الكمون وهن القرفه. من كمان بنحط لها القرفه وبنحط لها الكمون تبعولها. يعني انا هلا هون عندي الكمون، حطينا الكمون يا شيف شادي بعقد، وانا حطيت قبل قرفه. هلا بدي زيد شوي صغيره كمان هون، وبعدين رح ضف لها. بس انا بحب اعرض انواع من البهارات الى النار ديركت مباشر، بيعطوني الفليفر اقوى. هيدي صرنا كمان دايما حكينا. ليكو كمان هون كمان الكوسه بلش يحمر عندي، وهون كمان الشوربه اللي حطيت لها كمان كبايه من الحليب رح تغلي بعد شوي. بسرعه هلا تقطع انا كمان المشرومز الباقيين، تضيفهم انا رح ضيفهم انا بطريقه كمان كتير حلوه. اول شيء اول حبه هيدي رح ضيفها انا على الوعاء يلي بدي احط فيه الشوربه. يعني انا بدي احط الشوربه هون قدمها، رح احط اول شيء المشروم هيك تبلش هيك يقرش كمان، واخذ كل القيمه الغذائيه تبع المشرومز بقلب الشوربه اوكي. مثل ما شايفينها رح ضيف هول، وهيك بقدم للشوربه تبعيتي كمان بالبيت بينبسطوا فيها كتير. والباقي رح يروح بقلب الكريمه. ها واحد يا بس، رح خلصهم كلهم سوا. شفتوا كمان الستيل يلي منقطع فيه كله كله سوا. هيدا هون هالقطع هيدي ها كلها بتروح بقلب هالكريمه دي فونجي او المشرومز كريم، من دون ما نحط لها كريمه فريش. طلعوا شو حلو شيف شادي شو عمل، حط لها بطاطا وحط فيها شوي طحين تيعمل منها هاللون الحلو. يا سلام. طيب الدجاج وين صرنا؟ طلعوها بلشوا كمان الدجاجات انا عندي بهالطريقه هيك حلوين. شو بعمل انا هلا؟ فيني عندي طريقتين طلعوا شي اللون الحلو، شايفين؟ هالطريقه او بجي انا بحط المغربيه واغراض المغربيه بالفرن من دون ما احط المغربيه عليهم. يعني فيني انا اجي احط الدجاج مع البصلات مع الجزر مع الكوسه مع الفلافل الحلوه بدي احطها هلا بعد شوي بالفرن، او فينا نعمل شغله كمان كتير حلوه هي هيدي. ها طلعوا حطيت الدجاج هون بهالطريقه هيك كله سوا مع البصل، وزعته انا بهالطريقه اوكي. ردينا المقلي لمحلها، رجعنا اخذنا كمان الكوسه اللي حمروا كمان طلعوا شو حلوين كمان، حطهم عليهم. وهلا بس رح كمان استعمل نفس المقلي تحط انا الفلفل بهالطريقه هون. برجع بردهم على النار، باخذ انا المغربيه الحلوه. طلعوا شو رح يصير هون، طلعوا هون بس المغربيه شو عم بيصير فيها. واحد اثنين ثلاثة بجي بضيف هالمغربيه. طلعوا كمان هالطريقه اللي انا عم بعملها، مش عم بخسر اي قيمه غذائيه، عم تلاحظوا عم بشتغلها بطريقه كتير حلوه كل وحده لوحدها. طلعوا كيف بعد شوي ثواني. وبجي انا بجيب كمان من المرأة، لانه بحاجه لمرأة، وانا قلت لكم قبل شوي انه المرأة انا محضرها، باخذ منها على القليل خمس كفاكير منها، لانه بعد بده يغلي كمان الدجاج مع المغربيه ومع الخضره. وانا بجي بسكبها بهالطريقه. طلع هودي، وهلا انت بتغلي مع حدا له معك. طلعوا كيف، وانا هلا بس بدي زيد عليها شيء اسمه فقط لغير الفلفل الاخضر والاحمر والاصفر. نحن لكن هلا النار كلها خفيفه اوكي، ومنتظر هلا تم طم تم طم.
اما هون عندي كمان الكريمه صارت جاهزه، رح انا اطفي تحتها ورح اجي انا هلا يا شيف شادي شو اعمل؟ اجي بلش قطع الفلفل الاحمر تنحطه وين؟ بقلب المغربيه. طيب اذا انا اليوم ما حطيت بازيلا، اذا انا اليوم كمان ما حطيت كمان من الكوسه، اذا انا اليوم ما حطيت من الخضره ابدا، فيني اعمل مغربيه؟ ما في عندي انا اي مشكله، اوكي؟ المغربيه فيكم تعملوها عادي وتحطوا معها اليوم صلصه بندوره من دون اي مشكله، انا جاي على بالي اليوم بقي عندي شويه مغربيه بالبيت. فيني انا اعملهم واكلهم مع اولادي، اكلهم مع العيله على الافطار وحط معهم اي صلصه، هي تعتبر عجينه، كيف النياكي، كيف انا عندي الكنادرلي، كيف عندي عجينه الباستا، كيف عندي عجينه عاديه بعملها اليوم، عجينه الخبز بتضل عندي بتقيت كتير وبتحتوي على نشويات كتير، يعني ما عندنا اي مشكله بهيدا الموضوع. طلعوا كمان هالفلفل الاحمر كمان او الاخضر والاصفر هيك بهالطريقه هلا كمان هون، هيدا شويه زيت وراح اضيفهم انا على المغربيه انا عندي، بس اعطيهم هيك لوحهم شوي صغيره، طلعوا شو حلوين، وبجي انا بعطي الالوان الحلوه، طلعوا هون واحد اثنين ثلاثة شي بشهي، طلعوا شو حلوين. وهلا انا بشو بكون عم بعمل انا هون بالمغربيه اللي عم تغلي عندي، طلعوا بكون هالدجاج انا اللي عندي هون انا عم يستوي كله سوا، ما هيك؟ وهلا يعني هو عم يستوي وعم تستوي كمان المغربيه والبصلات والخضره اللي انا عندي، وانا هون بشيل هيك هل الالوان، طلعوا الالوان شو بتطلع معي حلوه بس حطها بهالطريقه، اوكي؟ مع المغربيه. وصفة كتير حلوة بس بدها تكتك، يعني شو مع التكتكة؟ تكتكة يعني على نار خفيفة المغربية بدها تغلي، أنا بدي أحطها كمان ببرمة أنا هلا شوي صغيرة وبحطها كمان بالعكس، بدها تغلي على نار خفيفة حوالي على القليلة نص ساعة من بعد ما أكون أنا عملت هيدي العمليات أنا كلها سوا اللي شايفينها أنتم قدامكم، أوكي؟ يعني شغلة مش كتير صعبة، شغلة كتير هينة من دون أي مشكلة، أوكي؟ هلا شو بدي أعمل؟ رح أنتقل هلا شوي صغيرة تنحمص او نعمل شوي صغيره من الخبز او خلينا نسميهم الكروتون، سامعين بالكروتون، اوكي؟ بدنا نحطهم كمان بقلب الفرن تنحطهم بقلب الشوربه، رح انا اخذ هون كمان انا عندي من الخبز، هالخبز انا عندي سكين منشار، رح اجي انا اقطعهم بهالطريقه، اوكي؟ بهالطريقه طلعوا كيف، رح اقطعهم هيك، حمصهم بالفرن، بعد كمان رح افرجيكم شغله كيف نحن اليوم بنحمصهم بالفرن بطريقه حلوه ويطلع كمان طعمتهم كمان كتير كتير طيب، اوكي؟ طلعوا كيف؟ وهودي فينا نستعملهم، برجع بعيد، لبنه، شانكليش، نحطهم بالشوربه، ما عندي اي مشكله بس انه نكون اخذناهم، وهيدي الشغله عم بعملها كرمال اذا حدا منكم ضل عنده خبز قديم من امبارح، ممكن يكون خبز عربي، ممكن يكون خبز فرنجي، ممكن يكون باجيت مثل ما انا عندي هلا هون، شو بنعمل؟ فينا نجي نحمصهم واكيد اولادنا او نحن بنقرقشهم تقرقش هيك كمان على الافطار او السحور او بالليل يعني بس نكون قاعدين بيطلعوا كمان كثير طيب. ليكو شو رح اعمل انا هلا هون؟ رح اجي اجيب جاط، هالجاط حطهم كلهم بقلبها هيك، طلع واحد اثنين ثلاثه يا شيف شادي، انتقل هلا لهون، رح اجي اعطيهم طعمه شو بدكم؟ فينا نعطيهم طعمه القرفه، فينا نعطيهم كمان طعمة الزنجبيل، يعني أي نوع من البهار اللي بنحطه بقلب هالكروتون، ليش أنا عم أقول كروتون؟ ليش عم أقول خبز محمص؟ وليش عم شدد عليهم؟ لأنه بقلب شهر رمضان الشوربة دايماً موجودة، الصغير بياكلها والكبير بياكلها، وكثير الشوربة نحن بالأوتيلات أو بالمطاعم بنقدمها مع أنواع من الخبز المحمص المطعم، مطعم شو معناتها؟ مش بس تكون طعمة الخبزة مطعمة، حط لها يعني زنجبيل أو حط لها مرات كثير نحن بنجي بنفرم من البصل ناعم ناعم، بنعملهم شوي صغيرة مع الزيت، مع شوي صغيرة من الثوم، بس يبرد وبنخلطهم مع الخبز وبنحطهم بالفرن، واو شو طيبين. أوكي أنا شو رح أعمل؟ عندي الزنجبيل، طلعوا هيك ها، هيك شو حلو يا شيف شادي، عندي نفس صغيرة من الكمون، بجي بخلطهم بهالطريقة، طلعوا شوي صغيرة ما كترت مثل ما شفتوني أنا هيك مشان قاعدة بس الطعمة، زيت زيتون، وبجيب صينية هالصينية موجودة كمان عندي هون تعقي، وبجي أنا بدحرجهم على هالصينية كلهم سوا، طلعوا شو حلوين،
مقطعين بقطعهم مثل ما بدي. مرات كتير بنعمل دوائر صغار، بنجيب كروتون، يمكن يكون خبز عربي مثل ما قلت لكم، بنقطعه من دون اي مشكله. وهيدا هون الفرن، وهلا بشعل عليهم الفرن كمان لمده حوالي 3 4 دقائق بتحمصوا عندي. ومن بعد ما يتحمصوا ويبقى منهم بحطهم فوق البراد او فوق الخزانه. بهالطريقه فينا كمان نستعملهم بكره وبعد بكره، بس نحس انه شوي صغيره هيك دبلوا شوي صغيره او صاروا شوي صغيره رطبين، فينا ساعتها او نروح نفرمهم يصيروا كعك او يصيروا خبز مطحون، او ساعتها اذا بدكم تتخلوا عنهم فيكم تتخلوا عنهم. نرتاح هلا بعد دقائق ونرجع لعند الشيف شادي. نعم بدك اروح اطلع بريك؟ لا لا، مثل ما بدك انت قرري، انا بقرر. واول مره القرار لإلي. اوكي واو، لك عم نطلع بريك هيك بنرتاح شوي صغيره وبنرجع لعنا تنكفي. رولا وينك؟ جايه ناطركم. ما قلتي لي انت على ذوقك اطلع. اوكي طيب، شغله وحده بدي احكي عنها، نتفه صغيره انا هلا هيك. الباذنجان انا عم زعط صار لي زمان، زعط يعني ندهه، لا غير ندهه، ندهه لا زعط يعني ندهه او حكي بطريقه كثير انه قويه. نسلق الباذنجان منشوي. العالم قامت قيامتها، مش معناتها انا اذا شويت الباذنجان مش طيب. نو ما حدا حكي عنك وما حدا جاب سيرتك. نحن قلنا اليوم اذا شوينا باذنجان بدنا ناخذ الباذنجان ونحطها على الغاز او برا على النار، بدنا نبخشها. نبخشها يعني ماذا نبخشها؟ يعني نجي نحن نعمل هيك ها تينزل منا المي اللي بقلبها ويفوت النار على قلبها مشان تستوي، بعدين بنروح تحت المي، المي بدنا نجي نقشرها، اوكي؟ ويطلع عنا بالاخر هالباذنجاني. هيدي العملية كلها عملية متعودين عليها من ايام جدودنا، بتعقد بتجنن طعمتها بتعقد، بس انا كنت عم اقول هديك المرات وكذا مرة انه فينا نسلقها. شو معنات فينا نسلقها؟ بس هلا نطلع بريك ونرجع رح نحكي عن الموضوع. ناطركم انا والمغربية. باي. احبائي من جديد اهلا وسهلا فيكم، اللي ما كان معنا صار معنا من جديد. اليوم الشيف شادي غرقان بجمال المغربيه، بجمال كمان الافطار على طبق مغربي. طيب كثير، النصيحة اللي اعطيتها قبل كانت نصيحة هي عن الشوربة، أكيد أنا اليوم عم بعمل شوربة المشرومز، لهلا صارت كمان جاهزة 100%، فينا أقدمها بعد دقائق كمان، وعم بعملها كمان من الخبز المحمص الكروتون المطعم على الزنجبيل ومطعم على الكمون وموجودين بالفرن. يا حلوين بونجور. واو، حلوين بعقدوا خلون هون هيك، بتوشوا بهالطريقة، أوكي. لكن الشوربة كتير مفيدة. وقلنا ليش؟ لأنه سخنة، الأمعاء بتكون كمان صار لها زمان مش داخل عليها أكل، كمان بشهر رمضان بناكل شيء سخن أو بنشرب شيء سخن، فأنا برأيي نشرب شيء سخن اللي هو أجمل حتى يرطب لنا هالأمعاء ونستعد إلى استقبال الطعام. طيب. بس بيقولوا يا شيف شادي في 3 حبات تمر وكمان بدنا نشرب من اللبن الرائب وغيرهم، مزبوط هذا الكلام، لأنه هذا دائما قبل ب10 دقائق من الإفطار. كل شخص منا لازم على القليل حبة من التمر، بس بيقولوا حبتين أو 3 حبات. ليش؟ لأنه التمر بيحتوي على سكر، هذا السكر سريع الامتصاص من الجسم، أوكي؟ وسريع الجسم بيحرقه بسرعة. روع عن التمر قديش عنده أهميات، فبهالطريقة الإنسان بيأكله، أوكي؟ مشان دغري يحس جسمه كأنه بلش يشبع، أوكي؟ وبنفس الوقت اللبن الرائب كون أنا عم بشربه حتى كمان يطري لي الأمعاء. بعدين على شو تركيزنا؟ تركيزنا دائما 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 نحن بشهر كمان رمضان وغير شهر رمضان، اذا كنا نحن بناكل مره بالنهار دائما بدنا نعتمد على الاشياء اللي بتكون فيها نشويات كثيره. اوكي؟ يعني الرز، يعني الباستا، والطريقه الانسب هي عمليه حفظ القيمه الغذائيه بقلب الاكل. شو انا عملت هون؟ جبت المغربيه، هالمغربيه اعطيتها اللون الاشقر من بعد ما حطيتها انا بالزيت. هيك ها؟ يا انا بس اقول مغربيه بدك تشي يعني ما في مجال، انا بقول مغربيه دغري بدك تفوتي على الموضوع. ليه؟ اتعلم. اوكي طيب ليكي شو انا عملت. ملعقه، لا ركزت انا على كل شيء، بس ليكي كيف هون. نعم. طلعي الجمال،
طلعي كمان هالحلاوه، طلعي كيف رح خفف شوي غير النار. انا قلت تكتكو هون ما يخشخشوا، اوكي مهلون. تكتكو على مهلهم. طلعي كمان هالدجاج اللي قطعناه، طلعي هالالوان كلها. بس هون ناقص شغله، اذا بتحضري شو هي بتربحي معي عندي اليوم. انا بياخذ الصينيه معي؟ بتعرفي شو؟ بياخذ الصينيه معي؟ عندي صار في عندي هلسي 10 على 10، يعني اخصائيه تغذيه وكذا ومدري شو. انت شوي بدك شوي صغيره، نتفي صغيره. فاليوم تربحي معي اوكي كونسلتيشن ايوه فور فري. حلو اوكي، هيك اذا بدك تنظمي شي شغله يعني. نعم طيب، اذا بتقولي شو ناقص بعد بالمغربيه، يلا جو. شو ناقص بالمغربيه؟ نعم حمص. برافو برافو، بتربحي معي كمان دورة دورة تنصيحية. نعم يعني بتنصح. هيدا كمان الحمص، أنا هون كمان من بعد ما سلقنين جبنا الحمص بهالطريقة، أخذنا الحمصات الحلوين، وهذا هو الحمص. حلو. كمان حطينيه هيك الحبة كيفية حلوة كثير كمان، حلو كثير. وهيدا هون هلا بيقولوا العالم، أنا هون سلقنا كل شيء سلقناه وضفناه على بعضه، كمان ضفناه على بعضه، بس طلعوا كمان شو حلوين. وبعدين هلا بتخمروا بين بعضهم هون بعقدوا. ايش بدهم وقت على النار؟ انا قلت من بعد، لانه نحن الدجاج عملناه لوحده، الخضره لوحدها، المغربيه 90% كمان جاهزه، الحمص 70 80% جاهز. حطي سنكين. سنكين اوكي. هيك سنكين مش اريير. لا انا سنكيم عندي هيك سوري. والله مش معك سيارة ليش؟ طيب اوكي، ليكي هون كمان. هلا بعتقد انا هون انتهينا من الموضوع. هلا بالاخر شيء او قبل نحن ما نقدم، شويه قرفه بعد، شويه كمون بعد، بنصحح هيك بالملح نتفه صغيره. وانا قلت شغلي قبل، نحن بشهر رمضان الكريم لا نتذوق طبعا، لانه بنكون فاطرين. أو بس على الريحه في منهم بيعرفوا يعني، مش كتير هالقد، بس هني بيقولوا على الريحه. بس هي الامراه اليوم او الام اليوم بتقول على الريحه لانه متعوده. هي بتكون انه انا يعني هي اخذتها شغله نفسيه اكثر من شغله مظبوطه، لانه اوقات اذا بتشم الطبخه بتلاقي مثلا بتكون ناسي انت حطيت بهار ولا ما حطيت بهار، اذا شميت الا ما تعرف اذا محطوط ولا لا. بس كيف تعرف اذا كميه مظبوطه؟ لا هيدا بقى على الطاوله، يلي بده يزيد بيزيد 100%. بس لا بدي اقول شغلي، حتى نحن 11 يوم بالسنه، 11 شهر بالسنه عم نحط ملح وبهار وعم ندوق. اذا مرق شهر ما عم نكون تعودنا بهال 11 شهر، صح بنكون عرفنا الكميات اللي بدنا نحطها لكل فروج مع المغربيه. يا شيف شادي هلا عم تعلموا على الطبخ. عيني عليكي. لا بس انه يعني اذا عم تعلموا على الطبخ هلا شو بيعملوا؟ ساعتها مثل ما قلتي انت، ما في غير حل انه نحن ناكل على الطاوله على الافطار او قبل ما نقدم الافطار. نحن هلا اذا كانت الساعه 8 في افطار اوكي او 7:30، شو بيصير؟ قبل ما اقدم الطبق بدوقه برجع بحط يعني. صح. انا بقدر يعني فيها الام اليوم تفطر قبله، مش قبل الافطار. لا لا قبل ما يفطر العائله، قبل ما تحط الطنجره على السفره. ليك هلا شو حلوين هون رح نقدم انا وياكي. انا هلا اوكي بدي منك بس هلا تفتحي الفرن وتشوفي لي الكروتون اللي انا عم بعملهم. ويلا يا شيف شادي هون طلعوا هالشوربه الحلوه بعد الكريم تبع الفطر. طلعي 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 ها، يا سلام هذه هي الشوربه. طلعي مع انه حطيت لها انا كوب واحد من الحليب وبعدها لونه بني، لانه المشرومز اوكي اذا كانوا كبار مثل هول عندهم اللون البني. طلعي هون جوا هودي صح، ما تشلون قيمه غذائيه عاليه، حرام بتكب كل الفطرات ساعتها. صح. شو بيصير انا عندي تطلع معي بهالشكل؟ هلا اذا ما بدنا اياها تطلع لونها بني بنختار الشامبينيون اللي بعضهم صغار بيكونوا كلهم ابيض بعضهم من جوا، يعني الاسود بيكون فيهم البورسنتاج تبعوله بيكون كثير قليل. صحيح. بس احنا شو عندنا مشكله؟ مشكلة انه طالعة بهالشكل، وين المشكلة؟ لا شو بقى بعقد مشروم هيك يعني انه ما نخاف من هذا الموضوع. وهذا الكروتون هون اللي انا بدي اقول لك عليه، يلا ولا بعد بدهم شوي يعني بعد بدهم شوي صغيرة. وهلا يا شيف شادي هون بيجي اوكي. بدي اياك هيك تحركيني نتفة صغيرة المغربية. نحرك اوكي، حركي هيك نتفة صغيرة، بدهم شوي صغيرة من كمان المرأة. يي وين عندي وين عندي هون سوري حطيناها بالجري. يلا يا شيف شادي هون شوي صغيرة من المرأة، وراح ضيف لك المرأة عليهم هلا نطفي صغيرة انت بتحركيهم بهالوقت. ويا سلام، هلا بنتقل لوين؟ بنتقل على التيبل. جرن قصدي وعاء قصدي تومة قصدي شو؟ قصدي مدقة قصدي طريقة بيتوتية. لو بس تثبت عشي اثنين ثلاثة يلا بلشنا ندق هالطريقة البيتوتية اللي بيعتمدوها كمان بكتير من المطاعم القديمه مشان يعملوا الفول او الحمص. بتلاقيهم عم يشتغلوا بهالطريقه، بس ما معهم بيكون جاط ازاز. بتعرف شو اطيب شيء؟ اطيب شيء بطرابلس.
الحمص اهل طرابلس اهل طرابلس طبعا ولو ما ضروري ان نختلف عليهم يعني. اثنين بس يحضروا لك الفول بيكون عندهم الجات اللي معمول كمان من النحاس ايه يلا يلا اكثر كيف ما هيك وبيسرعوك بقى واو على طق 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 يعني فهمت كيف وبيطلع ايه؟ بعده صحن الحمص بعده سخن بالفعل هيدا الحمص المزبوط مش مثل اللي عملوا نحن هيك بنشوف حالنا فيه تفضلي شو كنت بدك تحكي لا والله عن جد ميرسي انك عم تعطينا شيء بوزيتيف اوكي لا شو انا دائما انا اهل طرابلس كثير ما بقدر بحكي ولا كلمه اوعى ابدا اهل طرابلس احلى اهل بلبنان ميرسي الله يخليك افضل عالم بلبنان يا مزبوط افضل عالم بكل شيء للفهم لانه انا ما فيني ما حد اهل طرابلس ابدا ابدا انا مجبور امر بطرابلس كل مره بيطلع على بيات فلذلك انا مجبور احسن ما يلطوا لك بعدين على البداوي اوكي لقيت الثوم ولقيت انا هون شو عندي كمان الملحات اللي حطيتهم يا شتشود بنجيب زيت الزيتون طلعوا هلا هون شوي 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 هيك مثل ما هي هيك شوي يعني هيك اخذ نفس نفس برا يعني لانه ما مش قادره كل وقت ابقى بالمطبخ الله معك الله معك ليش فتي انت شوفك بعد شوي ناقصنا بتجوا بتلهوني بتفلوا على الفاضي الله معك يلا هذا اكيد الصائمين الحقيقه وانا بعتذر منكم من جديد انه الصائم اليوم عم يتفرج علي انه ما نعمل هالاكل كله صار بس مجبورين تحملوا حالكم اوكي الانسان اللي عنده ايمان بيتحمل حاله خذوا هالافكار وبعدين بنطبقها يمكن ما تطبقوها اليوم بس يكون طبقوها كمان بكره وين عندي العصير الحامض عصير الحامض هون يا شادي نجي نحن هيك وراح اعطيكم افكار هلا بالنسبه للسلطات شو عملنا لكل انواع السلطات اليوم نحن بشهر رمضان الكريم فينا نعمل شغله نجي نحن نحضر السوسيت اللي نحن بدنا اياها يعني تستعملوا كثير صلصه دبس الرمان للفتوش شو بتعملي مدام؟ تجي انت بتجيبي بتعمليها مره واحده حسب الطعمه اللي انت بتحبيها وحسب نوع دبس الرمان اللي عندك بتعملي كميه صغيره بتدوقي بتعرفي انك حطيتي ملعقتين من الزيت او ملعقتين من الحامض او ملعقتين من دبس الرمان ما هيك عرفنا حضري قنينة نفس الكمية حضري قنينة مع السماء بقلبها اسمعي من هالدقن الحلو مثل ما بيقولوا وحطيها بالبراد كل مرة بدك تعملي فتوش كل يوم منخض القنينة ومنستعملها أحلى ما كل مرة تغير عنا الطعمة بقلب صحن الفتوش فهمت علي كيف؟ يعني لما بحضر كمية من السوس وبستعملها نفسها كل يوم عندي الطعمة هي زيتها والطيبة اما اذا كل يوم بدي احط الكميه من دون ما اكون انا عامل المقادير تبعولها هيدي مشكله كمان نفس الموضوع مشان السيترونات يعني كمان الحامض نفس الموضوع كمان مشان كمان الفينيجريت اللي هي الصلصه مع الخل اللي بدكم اياها اوكي انا عندي هون صار جاهزه بهالطريقه يا شيف شادي انتقل انا هلا هون اخذ الباذنجان الحلوه اللي انا شويتها اللي انا قلت قبل بشوي صغيره انه نحن الباذنجاني هون لما بدنا نشويها وبنحطها على الغاز بهالطريقه طلع هون رح فرجيكم كمان اعطيكم اكزامبل تولعوا تحتها بتوسخي الغاز فهمنا عملنا نحن كمان طريقه انه نسلق سلق يعني نغلي المي ونحط الباذنجاني مقشره بقلب المي المغليه وبسكر عليها اول دقيقتين ثلاثه بعدين ببرمة بهالطريقه انا بكون عندي باذنجاني مسلوقه محل ما تكون مشويه وفيني استعملها كانها مشويه فينا نسلق فينا نشوي انتو اختاروا يلا هاي الباذنجاني قدامي مشوية اليوم هذيك مرة سلقناكي بطقك انا بهالطريقة رح انا اجيب السكين طلعوا كيفها كمان هون رح اقطع كمان هون وهلأ منشوف الوصفات كمان قدامنا كلن منكتبهم كلن ورقة وقلم مثل العادة نتعود بشهر رمضان الكريم انه عنا كتير وصفات بدنا ناخدهم ونكتبهم واو انا هون هلأ رح حط كمان هل الباذنجانات فوق الزيت فوق الحامض فوق الثوم فوق الملح هيدا كمان انا عندي هلا الفلفل الاسود بهالطريقه هون يا سلام بجي انا طيب جينا لهون فوق الباذنجان بهالطريقه اكيد انا ما لازم اخلط الحامض والملح بشهر رمضان الكريم مع الخضره الا قبل دقائق مما اقدم انا السلطه تبعيتي مش قبل بساعه يا مدام مثل ما قلت لك حضري الصوص حطيها بالبراد حضري السلطه واخر دقيقه بنحط الصوص وبنخلط وين المشكله؟ فلافتي حلوه خضراء فلافتي حلوه حمراء وفلافتي حلوه صفراء هودي كلهم بقلب هالباذنجان المشوي
فينا نحط بندورة، أيوة فينا نحط كمان خيار، كمان فينا نحط أنواع من الحبوب اللي بدكم إياه. مهم تنطلقوا أنتوا من شيء اسمه القاعدة اللي هي أنا اليوم بدي أحضر سلطة باذنجان وحطي فيها شو ما بدك، كوسة شو ما بدك، أوكي؟ فلفلة حلوة، الكمية هون بتكون كمان أكثر وأكثر. هون شو بدي أعمل أنا هلا؟ ليكوا شو عندي؟ جزر، يلا بجي أنا كمان بجي بفرم الجزر. مين بحياته، وأنا قايلها كذا مرة، إنه الخضرة اللي بتكون طازة طازة فريش مش مسلوقة، مع إنه المسلوقة منيحة بس الطازة اللي بتكون نية بتكون بتحتوي أكثر وأكثر على القيمة الغذائية وبتغذينا أكثر وبتكون كمية المي فيها أكثر. يعني أنا اليوم إذا فيني آكل خس، فيني آكل ملفوف، فيني آكل فلافل حلوة، فيني آكل باذنجان، فيني آكل كوسة، فيني آكل خيار، فيني آكل جزر، فيني آكل اللي بدي إياه ني، بيكون أفضل من إني أنا آكله مسلوق أو مشوي. اليوم رح أعطيكم فكرة، هي فكرة الكوسة. ما في أطيب من الكوسة المبروش أو المقطع وني. أنا بشارط إنه أطيب من شيء اسمه خيار. جربوها. لكو كيف؟ هون كمان أنا عندي هالكوسة اللي أنا عم بعملها، اعملوها مرة بالبيت من دون ما تقولوا للأهل بالبيت هلا إنه هي كوسة، لأنه ما راح يشوفوها ما راح يعرفوها إنها كوسة. هلا بتشوفوا تستعملوها أنتم بالطبخ تبعولكم. طلعوا ها، هيدي هي الكوسية، واحد اثنين طلع بتبين كأنها ملفوفة مفرومة، بتبين كأنها القلب تبع الخيارة، بتبين كأنها مثلا تنقول من اللفت المفروم، فما عندنا أي مشكلة. طلعوا شو بصير، رح شيل منها شوي حطهم بقلب السلاد، رح شيل كمان شوي صغيرة من الجزر رح حطهم هون، وهلا بعد شوي صغيرة رح كمان نفرمهم كلهم سوا. المغربية صارت نوعا ما كمان صارت جاهزة أنا عندي، رح كمان قوي النار بهالطريقة، قوي النار شوي صغيرة. طلعوا شو صار أنا عندي هلا هون، طلعوا كمان، بس بدي اياكم هيك تشوفوا لي المي اللي موجوده بقلبها كيف عملت لي، كيف عقدت معي، لانه هالاميدون وهالنشا الموجود بقلب هالحبه الحلوه المعموله من المي كمان والطحين اللي هي حبه المغربيه. طلعوا شو عملت لي هالصوص، واو. اللي هلا فتح تلفزيون المستقبل عم يتفرج علي عم يقول الشيف شادي شو بو اليوم حاطط لنا فلافله حلوه مع المغربيه، طيب ما عليه جربوها. وبعدين ردوا كمان علي خبر، انا هذيك مره كنت عند عائله، هيدي العائله اوكي فتت عندهم، قالوا لي سالوني هيك، طلعوا فيني سالوني هيك، قالوا لي شي مره اكلت فاصوليا حمراء مع الرز بس بقلبها في زيتون؟ قمت انا جربت قلت له لا عن جد لا، تفضل عامل حالك بتعرف انت، هيدي فاصوليا حمراء مع الرز والشعيريه مع زيتون، ولا اطيب من هيك كانت. نرتاح شوي صغيرة ومنرجع، والله يصبرنا على رولا بقسماطي. ناطركم. معكم فقرة ورشة ملاح، ورح نكون كمان هلأ مع آخر التفاصيل بالمطبخ مع الشيف شادي. اهلا وسهلا. شو ما في بامبر بقى؟ ما بقى ما عبالهم خلص بطل فيه؟ ليه ما بتقوله؟ بالاخر بعدين. اوكي يلا كفي هلا، لانه كان بدي اعطيكي مصاري على الهوا بس انه حطيتهم هونيك. ما لي بعد الهوا، بعد الهوا مشكله. باذنجاني حلوه عم تنشوي، مبسوطه عم يطلع منك الميات لبرا. طيب مش معقول شو بتغنج اكلتك؟ بتعرفي شو؟ ايه؟ الباذنجاني بس بدنا نشويها، تطلع كيف تنشوى، تطلعي مجبورين نحن نفخطها نعمل ثقب بقلبها حتى يطلع كل كمان هال الريحه بالبيت. حلو كثير، برافو. مزبوط؟ بلا في حدا بيشوف باذنجان بالبنايه من دون ما اصحابه يعرفوا مثلا؟ ما معقول. مشان هيك نحن قلنا اليوم مشان نسهل المواضيع نحن فينا كمان نسلقها، ما في عندنا اي مشكله. اوكي بدي منك شغلي انا هلا. هون الشيف شادي وضع من الكوسه من الجزر فلفله حلوه ثلاث الوان. لك الكوسه حلو حلوين مع كمان حامض، ثوم، زيت زيتون، ملح وفلفل وفلافل ثلاث الوان، وفيك تحركي، فيك تحطي بندوره. بدك قد ايه رائع لونه. اه بحرك يلا هون التحريك، يا سلام. انا هلا انا عندي هون رح ارجع هيك بسرعه فائقه
اكد واعطي فكره عن الشوربه اللي حضرناها اليوم اللي هي عباره عن المشروم، يعني بطاطا فطر، كمان عندي من البصل بقلبها، من الثوم، هيدا كله موجود بقلب الشوربه. وشو عملنا بعدين؟ جينا حطينا بقلب المشرومز المغسلين مش مقشرين، حلوين واكيد من المرقه وبعدين من الحليب، وبعدين ضفت لهم حلوين المشرومز الجديد الفريش. وهون عندي هالبقدونسات الحلوين يلي بيطاوشوا. خدي هون كمان شوي صغيره من الباذنجان، معوش حلوه، وراح اجي لعندك شوي صغيره هون. طلعي شو جاي لعندك، طلعي طلعي شو جاي لعندك، طلعي بقدونس جاي تشتي شتي يا دنيا شتي سلطه بي حلوه. اوكي بعد ناقصه هيدي هيدي سلطه صحيه رائعه صحيه، هيدي كله خلص مش ضروري صحية بامتياز. انا هون بعتقد حالي انه نحن هون. هلا انا بدي فرجي شغلي بس رح اطفي النار. خلص طلع هيدي الباذنجاني بهالطريقه اللي شايفينها انتم قدامكم. طلعي انا بكون هون عملنا بلشنا نشويها. طلعي هون هيدي القشره تحت المي بتقشر معها، طلعي شفتيها؟ اوكي بس تفرجينا للمشاهدين انه نحن بس تحت المي بنحطها وبنقشر الباذنجاني بس تستوي، وهيك بتصير باذنجاني مثل اللي استعملناها هون من دون اي مشكله. مفهومة؟ مزبوط مزبوط. ما في يعني لا لا، إذا حدا ما كان يعرف صار يعرف بهالطريقة، بسويها كلها سوا، بحطها تحت المي بقشرها، بصير عنده الباذنجاني هونيك. هيك بكون أخذوا معلومات كمان. اثنين، كما إنه هيدا هون هالسلطة هيدي هون رح أعمله أنا، رح أجي حطها بهالجاط هيك. طلعي شو حلو، كلها 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 سامع إنه أنت هندستية. ايه كانت كلها حلوة دي بس بتعرفي خربته. بس لا 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 طلع انا خربتها. هلا شوفي 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 ساعة عم بخلط فيها وظبط اللي هي فلافلة حلوة الوان مع الباذنجان مع البقدونس. اوكي بس ناقصة شغلة وحدة. شو؟ إذا بتحذري هيدي الشغلة الوحدة بعطيكي الكومبيتيشن الفيرست كونسلتيشن فور فري. ما طلع لي أصلا فور فري قبل ما قلت لك على الحمص. هاي وحدة تانية لرفيقتك. يلا شو بعدنا نحط؟ شو لازم؟ شو لازم بشهر رمضان الكريم؟ شو لازم نحط هيك دائما يكون في باكلاتنا حلوين؟ هيك شغله كمان فيها كثير من القيمه الغذائيه، غير انه حطينا الكوسه. طلعي ايه غير انه حطينا جزر. يلا يلا جو يلا شو نحط؟ يا ليلي يا ليلي شو بدي اقول لك، كثير من المشاهدين راح يكونوا مبسوطين من الشتشود. طلعي طلعي كمان الجمال. لا لا بس لا هيدي ما لازم تتاكل. لا طيب كثير طلع لانه واو ليكي 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 قديه حلوه هالسلطه. مش معقول. اوكي بيس اوف ارت. صفيها هي ايه؟ واحد اثنين بنشيل هون قدامنا كل شيء، هيك بنزيح كل شيء، بنحط كل شيء ورا بهالطريقه، وبنرجع لعند مين هلا؟ لعند مين المغربيه؟ اول شيء بدنا لا 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 يعني بالفرن. ايدينا شو صار بالفرن؟ يا سلام جاي عليكم. وهون هلا انا بدكم تتحمصوا بطريقه يا سلام. يلا ان دو تقيم لايك كيف على وجه وين؟ شفتي كيف؟ على وجه الشوربه بتصير هيك العيله كلها لما هلا جيبي جيبي ملعقه من هونيك، ملعقه كفكير كفكير، ملعقه ملعقه كفكير. برافو عليكي هيك ها روعه. كيف الموضوع؟ وهودي اللي بقيوا هلا وين بنحطهم؟ فوق البراد. هيك متعودين احنا فوق البراد فبيني نهار. اوكي حطيناهم هون هلا وبنرجع لعندهم. هلا انت هون صرتي ذكيه وصرتي حلوه، قلنا نحن هون القرفه. طلعي كيف شفت القرفه؟ بعد حط قرفه تقلك. اوكي قرفه 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 قرفه، هودي القرفه انا كثير بحبها لازم. الكمون ما معقول قد ايه بيعطيني جمال وطيبه. احلى ريحه بالبهارات هي ريحه القرفه. مين قال لك؟ انا عامل لك. انا لالي بالعكس لالي. انا مع الزنجبيل. ما انا مع القرفه. لا انا مع الزنجبيل. عامل لك انا مع القرفه. لا خلينا انا مع القرفه. انا مع الزنجبيل. اوكي بشهر رمضان لازم نسامح. لازم بتعندي. لا ممنوع التعنيد بشهر رمضان. اوكي ليكوا شو حلو انا هلا هون. يا سلام هيك انتبه الصوصات ما تروحوا. ما انا وقعوا شوي صغيره مني معلش، بس انا بعتبر حالي هلا هون صرت هلا مثل ما حكيتي كلمه جوهريه قبل. انه هيدي اول مره بتحكيها انت بحياتك. ما بقول شيء جوهري انا ابدا. لا بتحكي شيء ذهبي شيء فضي بس اليوم جوهري. حلو. اللي بدي اقول شغلي انه لما بتحطي البهار على الاكل قبل ما تقدميه يوصل على الطاوله دغري الريحه بتفوت بالمنخار، وهيك بنعرف قديش الاكل طيب. اذا بتحبي تزيحي بس شوي صغيره صغيره. يلا يا شيف شادي هون طلعي كمان بلشنا بدنا نسكب. ان دو تروا
ولك خلص طيب. الدجاج هون بس بدي هيك يشوفوا كمان هذا الموضوع قدامهم. انا بتبرع بهيدي الفقره لحي الله حدا من يعني مقدمي الفقرات. انا ببيع، انا ببيع، هو انا عم ببيع، يجي يكون معك فيها. اوكي ليكي شو حلوه كمان هون، طلعي كيف هون هيدي الرقبه كمان كانت معنا. نعم. وطلعي البصل، طلعي الالوان اللي عم نشتغل فيها كمان شو هي. انا بعتقد هلا اي انسان عم يتفرج علي رح يقول بكره مغربيه، الشيف شادي اعطانا فكره، اذا اليوم ذكرنا بالمغربيه. وانا برجع بعيد، ما نجيبها مهبله، مش انه انا لي مع شيء يعني او ما بعرف شو، لا بس نجيبها نبلش فيها نحن من الاول، بتعطينا طعمه اطيب، بس نبلش فيها من الاول. اوكي طلع هون شو عم بيصير، وليكو كمان هالجو اللي نحن عنا بهالطريقه. طلع ها كيف الريحه سباش. كمان هون رح كمان حط لك الالوان من فوق الحمصات هيك كيف نازلين، ويا سلام. وجينا هون المغربيه جاهزه، الله كريم بالنهايه. مغربيه سلطه بتكون خضره على الطاوله. عندنا كمان هون المعمول اللي عملناه، او فينا نقول الملوكيه بالقشطه، فينا نقول كمان البقلاوه بالشوكولا اللي بقيوا عندنا امبارح، مش ضروري اذا انا بقي عندي امبارح انا يا رولا غراض، قال انا ما اقدمهم اليوم لانه اليوم افطار جديد مثلا، اليوم رمضان جديد، لا بعد رمضان هو ذاته اللي كان امبارح بقي لليوم، بقي عندي اكل فيني ارجع استعمله. يعني مش فينا ما نزيد كثير السفره كمان، او نجيب قصص حلو ثاني لحتى نخلص الحلويات اللي قبل، نرجع نجيب قصص ثانيه. يعني فكر كول وفر برمضان ايضا، يعني لازم اصلا هو اكثر شيء لازم برمضان، لانه السفره بتكون اسم الله عامره. تفضلي يعني. كمان هون حلوين يكونوا هو على الطاوله هيك كمقبلات، بطريقه انه انت شو انت بتقولي كمان هيك يعني صح. بلشوا بلشوا شوي شوي، عرفت علي كيف، بطريقه كمان انا بلش بهيدي وبالصوب بكون خلصت. يا سلام. انا عندي هون هيك الشوربه بهالطريقه هيك، طلع كيف ممكن كمان تجي لعنا، صار عنا صرنا جاهزين نحن. وهالخبزات عنا اياهم هون. نعم خبز. شو بدي خبرك؟ يعني انا صحيح. برايي اليوم نعمل عزيمه. ايه هي ناقص شغله، ناقص شغله، ناقص شغله، ناقص شغله. بتعرف لازم شو؟ ناقص شغله. شو هي؟ الشغله. اذا عرفتيها بعطيكي فلاش كونسلتيشن. فلاش كونسلتيشن؟ عصير. أوكي. العصير. عصير؟ غير عصير؟ عصير. فواكه. او الفواكه. يعني نحن لازم يكون دائما فواكه هلا. او لبن. انا عندي كمان. سمعتك ممكن كمان اللبن عم نحكي نحن بالاول، انت بتسمعي إيه؟ دائما بالقلب. ما عندك عم تحكي على سفره. على سفره، انا لا اول شيء قلت شو اللبن اول شيء. لبن اول شيء إيه؟ والفواكه اخر شيء. اخر شيء. اتفقنا على اول طيب. او اخر. هلا بدنا نحكي شغله. بدنا نحكي شغله. يلا. اوكي هلا لانه لازم اليوم اول نهار نعطي نصائح رمضانيه كيف العالم بدها تاكل، كلنا عم نعتمد هذا الموضوع. مزبوط. ان شاء الله يوصل منهم 60%. صح. وال 40% يعملوا عزاء ونحن نكون كثير مبسوطين. شو ما لازم ناكل كثير بشهر رمضان الكريم؟ السؤال موجه الى الجميع، يلا. شو ما لازم شو ما لازم ناكل كثير؟ قصص فيها دسم، زبده و غير هيك. معجنات. برافو، مين قال لك؟ انا. انا راسي وعندي زكا، وبعدين سمعتك امبارح انت وكارلا. برافو. انه لازم بعد عن الحلويات كثير. اوكي. ناكل شوي صغيره من الحلويات. ولازم كمان برافو عليكي، لازم ما ناكل كثير مقالي لانه بخلونا نعطش كتير بأرضية النهار. والفواكه كتير مهم بعد الأكل. يا عين عليكي، هيدي شغلة كتير والخضرة أساسية. والخضرة كتير مهمة كمان during the أكل. لحمة. أوكي. هلا في شغلة بدي أقولها أنا هلا اليوم. أتكنت. بدي أقولها أنا هلا بدي أقول شغلة، لحمة، دجاج، سمك، هودي كتير مهمين. طبعا. وكمان في عنا شراب وأنواع من الشرابات اللي بينشربوا. منهم أهم شيء مين؟ أمر الدين. جلاب. طب اكثر شيء بحب انا الامر الدين والجلاب. من الجلاب. من الجلاب. الجلاب كيف بينعمل؟ هذه اليوم انا بدي اقولها هلا. يلا. اوكي لانه العالم هلا كلنا بنشتري جلاب من السوق وما بنعمله بالبيت، مع انه اذا بنعمله بالبيت كثير طيب. شو بنعمل؟ مش صعب؟ ابدا. بنجيب كوب واحد من الزبيب اللي ما في بقلبه بذر. بننقعه اليوم باثنين كوب من المي. بنحطه وين؟ بالبراد لوحده. لوحده، مش انه منشيل كل شيء من البراد. لا لوحده، انه من دون ما نضيف عليه شيء. ثاني نهار بنشيله لبرا، شو بنعمل فيه؟ نطحن المي مع الزبيب، بنضيف لهم كوب واحد من السكر، وبنضيف لهم اثنين كوب من المي. وهيك حوالي فنجان صغير هيك من ماء الورد. يا سلام. روعة. صار عندي زبيب. صح. مع يعني كل كبايه بدها اربع اكواب من المي، كوبين بننقع فيهم بعدين بنطحنهم بعدين بنزيد كوبين، وبعدين بنحط كوب واحد من السكر، وبنجي بعدين بنحط مي الورد. وين بنحطهم؟ بالبراد. كل مره بدنا نشرب بنجي بنقدمهم مع الثلج. مع برافو عليكي، ومع الصنوبر والزبيب المنقوع. هيك انا هيدي كمان وصفه كثير حلوه، جربوها اذا بتريدوا، لانه احسن
ما نشتري الجلاب كذا كذا، ومشان يطلع بعد اطيب واطيب كوب واحد، يعني منشيله من السكر نص كوب ومنحط كوب واحد من دبس العنب. اف واو، دبس العنب كوب مع كوب من الزبيب مع اربع اكواب من المي مع نص كوب من السكر مع شوي صغيره من مي الورد، وشوفي شو هالجلابه بيطلع عندك. بيكونوا سويت عم كثير يعني سويت. يعني معلوم لانه اول شيء كبايه من السكر لهالكميه بيطلع سويت، انت بتزيدوا عليها مي وبتزيدوا عليها ثلج بيصير اوكي. اوكي بس بصير بس بضلوا كونسنتري او بنزيد نحن يمكن بنضيف اكثر. بتعرفي شو؟ بكره اعملها، بكره انا بجي بنقع زبيب ايه؟ بعد بكره بنعمل الجلاب 100%. انا ما كنت حاططها بالكالندر بس هلا رح احطها. بلا بس تعرف لازم تعملنا من هول القصص. انا رح اعمل بس انا كنت بجيب معي جلاب، انه عرفت علي كيف، بس انه نعمل الجلاب بفرم اي تو زد ما كنت بفكر. عمر الدين هيدا لازم نعمله كمان. عمر الدين كتير طيب. اذا الله راد لك انا اعمله معروف. رمضان كريم للجميع، الافطار دائما النشويات، دائما الشربه بالاول، دائما حبه التمر، دائما كمان اللبن الرائب. نرجع لعندك، انا لقائي بكره معكم كمان بنهار كمان طويل واكلات بعد اكثر من اليوم. نتركن على الراديو الساعه 2 و3 تنتين وثلاث، وهلا هو خلص وتبع العمده كمان غير تنتين وثلاث برنامج كمان ثاني اذا الله رد. اذا الله رد. ثانك يو. انا بدي اتشكرك شيف اكيد، يعطيك الف عافيه ورمضان كريم اكيد للكل. بدي اتشكرك بهيدي الفقره ورشه ملح، ونشوفك اكيد بكره. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذه الحلقه وقضيتوا معنا اوقات حلوه واستفدتوا اكيد من كل النصايح اللي اعطيناكم اياها، واكيد كمان استفدتوا من فقره ورشه ملح مع كل الاكلات الطيبه يلي قطعت معنا. رمضان كريم للكل وينعاد على الجميع ان شاء الله بالصحه الخير والعافيه واكيد والسلام ويعم على كل لبنان. ورح ارجع لكم انا باي، بنرجع بنشوفكم بكره. انا قلت باي. انت قلت باي كم مره؟ انا قلت باي. بده يرجع يقطع مرتين ثلاث مرات. على كل حال انا بشوفكم نهار الاحد، بكره كمان عالم صباح جديد، ما بعرف مع مين، بكره بتكتشفوا. بشوفكم بكره، باي.